شكرا على مشاهدة تلفزيون لبنان ونحكي معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا على صالة فيكي هدى. كيفك اليوم؟ اليوم صرفنا طيب وخفيف نظيف مثل ما بيقولوا عنا نوي ريشاليو. نوي ريشاليو صنف طيب، صنف أجنبي بالباستا. شو بدنا من مكونات لإله؟ بدنا نوي بكي عدد واحد، جرام زبدة 50 جرام، طحين 80 جرام، جبنة مبروشة 150 جرام، بدنا ملح، بهار أبيض، برج جوزة الطيب. رح نبلش بالأول بسلق الباستا، بسلق النوي، بنحط للماء ملح. هالفطر أوقات بيكون فيه نطفة صغيرة في ناس بينقعوه كمان ليقشروا، منو ضروري ابدا، كانوا من زمان بس يستعملوه، كان استعماله كتير قليل، تستعملوا طبقة كتير غنية لانه كان كتير غالي الفطر، كانت لقية اوقات بست 7000، كانوا ينقعوه يقشروا للطبقة المخملية، ولكن انا بقلكم فينا نستعمله مثل ما هو وما في اي مشكلة. على النار الزبدة بخلي شوي صغيرة أنا منها لأستعملهم جارنيتور على الوجه. شاف رح أنقل هاي تنكون مرتاحين شوي، حطيها هونيك على الآخر. هاتي
اذا بدك تحيري العالم، اذا بدك تحيري شيف ذكي بتقولي له شو معمول الهوت دوغ، مثل اذا واحد بدك تحيريه بشي سؤال. الهوت دوغ من كثير اشياء معمول، ما فينا شو بسموه ينعرف، لانه فيك تسويه من، لنكون صريحين، من العجل، فيكي من بقايا الغنم صدورة كمان مع لحم عجل هبرة، فيكي تسويه من لحم خنزير، بدك تشوفي حسب ما يكون المصنع يلي هو مسوي للهوت دوغ. ايه هن بيكونوا كاتبين من شو اذا مكتوب عليه لحم حلال اكيد بيكون مع من بعض. ايه بس هلا انا عم بقول اللحمه بتكون مدهني شوي. اوكي، وباي مراحل بتمرق؟ بتنفرم وجين على الناعم، وبترجع نص دور مثل الكبه، كيف الكبه هيك ناعمه كثير، كمان نص دور، يعني شيء انه تصير مثل المرهم قبل ما يعبوها بصرين. و طب هلا لضل هالقد بتبخوها؟ ايه مطبوخه. مطبوخه ايه مش نيه. اوكي، طب لتضين هالقد بس الطبخ فيها ولا فيها مواد حافظه؟ هلا اكيد ما نضحك على بعضنا، فيها مواد حافظه كمان. شيء كمان كثير من المعلبات اللي بيكونوا كمان فيها مواد حافظه. طحين بحط 80 جرام، كمان بنرجع بنقول انه 80 جرام تقريبا قد منقوش ونص، بس عم نقسمهم على قد ايه؟ على 5 أشخاص. فينا نبلش ناخذ اتصالاتكم عبر المباشره على الرقم الموجود باسفل الشاشه، وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور بونجوريني، اهلا وسهلا فيك. عارف كيف بيعملوا الشانكليش؟ الشانكليش تكرم عيونك. يلا بخاطر هون الزبدة والطحين أهم شيء، بده يضل لونهم أبيض، مشان هيك بنحركهم على النار فقط نص دقيقة مش أكثر. ليه؟ لأنه أكثر بصير يتغير لون، واسمها هي الصلصة البيضة. بنصير نضيف شوي شوي حليب، ومناخذ اتصال. الو الو، مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، يا اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيكي شيف. عندي سؤالين لك. بخاطري. عمود ابو عروس، عم بعمل الكريم كراميل بيطلع كثير بجنن، بس على الكراميل مش عم ينزل على القالب، بضل جامد بكعب القالب. هو بضل جامد، بيطلع منه شيء بسيط، هو بضل جامد. ايه نعم. مش معناتها انه انت مش ظابط معك، لا، بضل ثلاث ارباع الكراميل بكعب القالب والربع بيطلع مع الصلصه. يعني هو هيك اصلا؟ نعم. ايه طيب ميرسي. وسؤالي الثاني شيف. نعم. عم بقطر، بدي اقطر 5 كيلو سكر، جايبت لهم اسطنت، قديش بدهم حامض وقديش بدي اغليهم؟ 5 كيلو سكر شو بدك تعمليهم؟ بدي اغليهم، اعملهم، احط لهم اسطنت واعملهم شراب. شراب شو بدك تعمليه؟ بدي اعمل شراب الورد. اساس شراب الوارد. ايه نعم. طيب في وارد، ليش ما بتعملي هلا عز الوارد؟ ليش ما بتعملي دغري بالوارد؟ ما بعيد، نحن فوق بالجبل ما بيصير ما، قلت انا بجيب اساس وبعملهم. بدي شو بدي بدي احط لهم حامض. يلا 5 كيلو سكر. ايه نعم. بيعملوا معنا 5 بيعملوا شي 12 كباية. بالكباية بيعملوا 25 كباية. ايه طيب. مزبوط؟ ايه. بدك لهم 50 كباية مي. ايه نعم. 50 كباية مي، وبتحطي لهم الاسانس. ايه وتحطي نعم. معهم شوية صبغة حمراء قليل تتحول لزهر. تتحول لزهر. ايه بس بدي انا مشكلة الحامض حتى ما يسكروا. ايه بدك نعم. لهم هاو كلهم. نعم. اما ملعقة ونص كبار من حامض الليمون. نعم. او شو 3 ارباع الكباية من عصير الحامض. قديش بدي اغليهم شيف؟ تكرمي. قديش بدي اغليهم؟ 17 دقيقة. بس تحط الحامض بغليهم هالقد؟ لا. بس تحطي الحامض، ممنوع تغليهم. بدك دغري تحطي الحامض تطفي عليهم وتشيليهم. يعني حامض الليمون بس بدهم مع القرنص كبيرة. ملعقة كبيرة ونص مش ملعقة كبيرة يا مدام. نعم. هلا بكرة بتتلفني لي وبتقولي لي سكروا.
إذا في أي من أو أي شوائب موجودة على كعب الورقة، لأنه نحن بدنا ناكل كعب الورقة لينزلوا منه وينضف، ويفضل أنه تكون المي مع شوية ملح وقليل من الخل. أوكي. ترجع بتغسليه لوحده، بتقصيه من تحت، بتجيبي ترانش حامض بتحطيه على كعبه، بتجيبي خيط مصيص أو قنب أو أي شيء يكون سميك، بتربعيه عليه وبتربطيه، بتحطي مي على النار، بتحطي ملح، بس يغلي بتنزلي الأرتيشوكة بقلبه، تغليهم 27 دقيقة إذا كان الراس من الحجم المنيح، وإذا كان صغير 22 دقيقة. بتشيليهم، بتحطيه بالصحن، بتقصي الخيط، بتحطي شوي من زومه معه منشان يضل القلب طري وما ينشف وقت بدك تقدمي، وبتقدمي توم وزيت وحامض معهم، والزيت بيكون زيت زيتون. اوكي، بدي اسالك، بتفرز الارتيشوكي؟ نعم. بتفرز يعني بدون تقشير؟ بيهدي 3-4 اشهر. نعم. طيب شكرا كثير. بتحضريه مثل ما علمتك، بتحطي الحامض، تربطي وبتفرزي مثل ما هو. مرسي. بخاطرك، تكرم عيونك، اهلا وسهلا فيك. ناخذ اتصال جديد. الو الو الو، بونجور. شيف عدوان، بدي اعرفك بيخنة الفستق السوداني اذا بتريد. شو هو؟ يخنة الفستق السوداني. ايه تكرمي، مع شو بدك اياها؟ مع الدجاج اذا ممكن. مع الكيل؟ نعم. او الدجاج؟ دجاج دجاج. اوكي تكرمي. في هلا اخذها؟ يلا ايدي عندي. عم ايدي. يلا. بتجيبي الدجاج بتقطعيه، إن كان سفين أو فخذ أو فروج كامل، لثمان قطع بتقطعيه، بتلتيه للفروج. نعم. بترشيه ملح بهار أبيض، تخلطي نص كباية طحين مع كباية فستق سوداني ني، وبتغطي الفروج فيهم، بتحطي زيت أو سمنة على النار وبتقليه ليتحمر الدجاج مع الفستق السوداني. اوكي لحد هلا؟ اوكي. بتجيبي بصله بتقطعيها جوانح او ناعم او خشن ما بيأثر، مع شقفه زبده بتحركيها على النار، شويه ثوم، بترجعي قطع الدجاج بتحطيهم فوقهم، تطحني فستق حوالي الكبايتين او 350 جرام من الفستق الني المحمص، بتحمصيهم وبتضيفيهم فوقهم، وبتضيفي عليهم زبدة الفستق شوي صغيرة، شوية رب البندورة شوي صغيرة، شوية شطة يعني حر شوي صغيرة، وبتغليهم مع الدجاج تقريبا حوالي 32 لل 35 دقيقة، والدجاج قلنا بيكون مقطع. تستوي، بتساوي حد منها رز مع فستق السوداني وزبيب وشوية زعفران، ومنقول لك ألف صحتين، وأكيد بدها شوية ملح وبهار. بس شغلة، قلت لي بتطحني كبيتين فستق ني، بتحط الفستق الني بالطنجرة أو بدي حمصه قبل؟ بدنا لتو بالدجاج. لا لا، لت الدجاج عرفته، ثاني مرحله هوديك بده يكونوا محمصين. محمص. اوكي. بتحمصيه وبتفرميه شوي خشن. اوكي. تكرم عيونك، وفيكي تستبدلي اول شقفه زبده حطيناها بزبده الفستق كمان، بتطلع اطيب واطيب. اوكي. تكرمي، اهلا وسهلا فيك. ممنونتك كثير. تكرمي، اهلا وسهلا فيك. ومناخد اتصال. الو بونجور. بونجورين. كيفك شيف انطوان؟ مدام سعادة هدى معك. اهلا وسهلا فيكي مدام سعادة. نور الشاشة دايما. بدي اطلب منك كذا طلب. اول واحد بدي منك تعملنا حلقة نكون نحن معك بالاستديو، تقعد كل النسوين قدامك. يلا ولا رمضان بنعملها. يلا جمعي لي كم ست بتحبيهم، واهلا وسهلا فيكي بتلفزيون لبنان. وجوزي اليس عادي عم بتسمع لك، وانا وياك اليوم ننطرك. تسلمي تسلمي. شايف في كم سؤال، الله يخليك. يلا. الباستا هلا حطيت المي وحطيت ملح بقلبها، ليه؟
لنسلق الباستا. نعم. لمنشان تتعادى المي المي عنا مع نكة الباستا اللي بعدين البرا تصير معنا بتمنع. لأنه نحن عادة منغسل الباستا بمي مسقعة صحيح؟ لو غسلناها بس وقت اللي بتسلقيها بيكون داخل على قلبها الملح هلا بالغلي تبهيل شوي. ما بيأثر. طيب. وقت اللي عم نغليها غلي نعم. عم يدخل على قلبها الملح كمان. اوكي. وقت اللي بغسلها بس عم غسل وبرد من برا، من جوا بضل فيها مية الملح. اوكي اوكي اوكي. هيدي واضحة. رب البندورة العلب اللي منجيبهم خالصين، بس تفتح العلبة الحديد التنس بتاخذ منها ملعقة وبتسكرها بتحطها بتابر وير بالبراد، بعد فترة بيعمل أبيض على الرب. عفن على وشك. طريقة نحافظ على الرب. فيكي هون تحطيهم ب بورقة نايلون أو كيس خبز، كيس نايلون صغير، وفرزيهم بتبطل تعفن لأنه بيكون نوع الرب منه مغلي مزبوط ومنه معقد، منشان هيك تجي رطوبة بيقطع عليه فترة أكثر من 7-8 أيام بيصير على الوجه يجي العفن، بس فيكي تقشي العفن وتكبيه إذا كان المجمع كبير. نعم. وتحت من تحت تشيلي ما بيأثر، ما بيكون عليهم شيء. أوكي. والحامض اللي حطيته بأرض الشوكة ما بمرمر شيف؟ لا ما بمرمر لأنه نحن حطيناه من كعبه. آه. من كعبه بس نيجي عليه شقفة كتير صغيرة. نعم. عليه ما بتمرمر، ما فيها هالقوة لتمرمر الشقفة كلها، ما بتطلع مش مثل السفنجي بتلقط وبتمص الحامض. بس على الكعب من تحت منشان ما يسود مع الكعب. أوكي. واخر سؤال اذا بتريد، عملت رز بحليب اليوم حطيت له نشا الباودر المطحون، نشا المطحون. نعم. ليه بيطلع مثل هيك حبوب سود او مثل نقط سود انت وعم بتحرك النشا عم بتذوبها؟ بيكون لزق شيء معك بالكعب. صحيح. في هيك اذا صار معك هيك حاله لغير مره دغري طفي النار، جيبي مصفايه وانقلي الوعي على طنجره ثانيه وصفيه وبيمشي الحال. لا سوري انا قلت النشا اكون يعني دوبته بكسرول لحاله قبل ما احطه على الحليب وعلى الرز. كان لونه في اسود؟ لا بيعمل مثل نقط، هو ابيض بس بيطلع مثل نقط سود. نوع النشا منه كثير منيح. اوكي. يعني قبل ما ببين بالمرتبين ما لا بعدين ما ببين، غير النوعيه غير الماركه. كثير منيح. ميرسي يا شيف. بخاطر عيونك، تكرم عيونك. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بخاطرك. هالفطر منقطعه بدهن شوي. والله بدهن دقيقتين. أسئلتها المدام ذكية للأسئلة. الصوص طومات شيف إذا حطينا له زيت على وجهه ما بيضل بيحفظه. إيه. يعني هاي شغله من الشغلات. شغله من الشغلات، بس انا بقول هون اجمالا ما يستعملوا العلب الكبيره قد ما فيهم تكون قريبه للاكل اللي يستعملوها دغري وتخلص ابو طبختين. ايه بس اذا حطت زيت وقتها تفتحها بينحط زيت على وجهها بتتملس لانه الزيت ما بيجي على فرد مايل، وبس بدها تنتبه تمسح الداير وما ينخزق ايده او ينجرح لانه حساس، لانه اذا ضل في كمان رب بتشوف عفن في منه بكبوها، عشان هيك فيني يشيلون هول الفواني بس يستعملوا تحتني بيكون ما بيهن شيء. لك شغله، في عندي كافيار علب مفتوحه، فيني اعملها بعجينه؟ قديش صار العلبه مفتوحه؟ عجينا سوا. نعم؟ شو جمعتين؟ جمعتين، فيك تعمليها ضمن عجينه، نعم. يعني مثل السبلي او شيء؟ نعم؟ مثل السبلي او شيء؟ ايه على طريقه السبلي بس على طريقه بلا سكر يعني. بدك تسويها على الطريقه المالحه. بدون ملح؟ لا بالعجينه بدك تحطي ملح وهن بده يكونوا مالحين. زبده وزبده؟ وزبده عجينة فيها طحين وزبدة وملح وشوية خميرة، دعشنيها بعدين بتحطي فيها الكافيار بتسكريها. أيوة. فيك تدهنيها شوية بيض وحطي معه نقطتين زيت للبيض لتدهني العجينة فيه،
بعدين بتسكري يا خليل بالنص وسط بحنا في الكافيار وبتخبزيهم بالفرن. شكرا كثير، تسلم. تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. والكميه لنص كيلو طحين بدك تستعملي 150 جرام زبده. تكرمي مدام. هاي الصلصه خلصت، صرنا نضيف الحليب شوي شوي لما بتصير شوي شوي هي تشد. انا مقطع الفطر شرحات. تمام، ناخذ اتصال. الو الو، بونجور. بونجورين، كيفك شيف انطوان؟ اهلا وسهلا، مين معي؟ معك جانين. اهلا وسهلا، ان شاء الله بخير. ايش دارين؟ شيف انطوان سؤال، السوشي نعم. بينعمل بالبيت؟ ممكن يتحضر بالبيت؟ ممكن يتحضر بالبيت اكيد. كيف ممكن نعمله؟ في هيك طريقه تعطينا اياها تكون سهله؟ تعمليه بشكل قالب اهون ليك. قالب؟ اوكي. طب اول شيء لنبلش شوي شوي. اوكي، اول شيء بدنا نطبخ الرز. اوكي، الرز بيكون حبه قصيره. استعملي رز التلياني. نعم، استعملي رز التلياني. اوكي، بتحطي على النار. اوكي، كبايه رز. بتحطي لها كبايتين وثلاث ارباع مي. أوكي. بتحطي المي، الرز على المي هو وبارد المي. وبتر... الرز بارد بنحط له المي. نعم، وبتحطيهم على النار. نعم. مع شوية ملح. نعم. وبتتركيهم 30 دقيقة. بترجعي بتطفي النار، بتضيف عليهم خل حوالي الفنجان القهوة. نعم، خل؟ نعم. حركيهم ليبردوا، حركيهم. وإذا بيبردوا بالبراد بيكون أحسن، يعني من بعد ما يكونوا بردوا شوي برا. نعم. بتحطيهم بالبراد بيكون أحلى بعد. ليه؟ ليسقوا مزبوط. هلا من بعد ما يسقوا، نعم، بتجيبي عجينة النوري. نوري؟ نعم، موجودة بالسوبر ماركت، محل ما بيبيعوا الاشياء للاغراض السوشي. نعم. ترجعي، يلا بردي يلا بردي يعني معروف. ترجعي بتجيبي حبة أفوكا ناضجة، حبة كيوي ناضجة. نعم. بتجيبي شوية كافيار أسود. نعم. شوية كافيار أحمر. خيار، بتجيبي مقشرة وبتقشريهم تقشير للخيارات. نعم. بتجيبي الرز، بتحطي فيه شوي من حبوب البركة أو بلاه مثل ما أنت بدك. الرز اللي سلقناه يعني؟ الرز اللي صار مطبوخ وشادد على بعضه. نعم. سقع. نعم. بتجيبي عجينة النوري. نعم. بتحطي لها شوية مي. نعم. وهي عجينة النوري معمولة من عجين من عشبة البحر. نعم. هي ديجا مطبوخة يعني ما بدها شيء. ما بدها شيء. نعم. بتحطي تحت منها نايلون أول شيء. نعم. بعدين في حصيرة خاصة للسوشي. بتحطي الحصيرة. نعم. كمان على ظهرها شقفة نايلون. بتحطي رز. نعم. بتحطي شقفة أفوكا. شقفة خيار. بلفيها على بعضها، شديها شد بالحصيرة. بعدين بتقطعيها جانبي، وطلع عندك هون نوع من السوشي. ترجعي كمان عمبو جديد، بتحطي الحصيرة. نعم. ظهرها شقفة نايلون. نعم. بتحطي رز المطبوخ تفلشي. بتحطي سمك السلمون الطازج الناي. شوية شمار الورق. شمار؟ نعم. عصرة حامض صغيرة على السمك. نعم. كمان بتلفيها بالحصيرة وبتقطعيها وبتشيليها. سوري، هلا النوري والشمار هول يعني هيدي نوع ورق مثل النوري يعني؟ مثل شو؟
سمار شو هو؟ لا الشمر هو شمار بس بيطلع عنا بلبنان نحن ورقه خفيف يستعمل أكثر شيء أهل الجبال كانوا يستعملوا عجي بالشمر أوكي ورق صغير خفيف في منه بالسوبر ماركت اسمه الشمار أوكي هلأ نعمل شغلة تاني بالأفوكا بتحطي نايلون هون بدون حصيري وما منحط عجينة النوري بتقطعي الأفوكا ترانشات رقيقة بسكين كتير رفيع وناعم نعم بتحطيهم على النايلون نعم بتحطي فوق منهم الرز نعم بتحطي تحشيها كمان أفوكا نعم بتلفيها على بعضها بتشديها بالنايلون بنسكرها بتقطعيها تطلع معك من برا مقطعة وعليها الأفوكا فيكي بالمانجا نفس الطريقة المانجا شرحات المانجا منقطعها بتكون طازج ورقيقة منصفها على النايلون كمان منجيب الرز منحطه عليها منحط بقلبها شرحات من المانجو المستوية قطع كمان فينا نحط معها جبنة تكرمي بس في نوع جبنة يعني جبنة. الإكرمي بس ساعتها هون ما بتنحط مع زيت هلا بتنحط مع الأفوكا أطلع كنا حطيناها مع الأفوكا يلا هلا شوف حط شوية صوص هون بالكعب حط شوي توقف عم حط إعلانية ومتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان يلا فرمنا الهوت دوك نصهم رح احط لك نصهم يلا حطي النص واكثر ايه بس انا شيء يا حيوان بس لا جيبي نزلي بالكبش
الأربع أطراف بيطلع الزينة منه فيها شوي بالنص. إيه بدها شوي بالفرن هيك وهودي هون بفرني ولا بفرنك شو؟ لا بفرني. يلا جيبيه من هون حطها شوي بالفرن مسح شوي من هون على السريع. يلا جيبيها بنحطها هون وبنشوف الفرن كتير قوي لأنه المقادير بنشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. عبر شاشة تلفزيون لبنان وحطينا أنا والست هدى طبخناها بس كل شيء مطبوخ نوي ريشليو يلي هي بقلب الفرن ولكن لتاخد بعضها بغرب يحمر وجهها ومنقدمها. صنف هو كتير طيب مغذي بحبوه الأولاد والصبايا والشباب يعني ايه وكتير كتير مميز. ما انطرها دقيقة؟ يعني دقيقة واحدة ايه بيطلع الفرن كتير قوي. حميناه ومنشيلها ومنحطها فيه هون نضبضبهم. منشان شراب الورد اللي عنده ورد وبده يسوي ورد منشان ما يستعمل الإسانس تبعه بيجيب نص كيلو ورد ورد جوري بيتغسله بيرجع وبيتشقفه بالإيد مش بالسكين بيمرمره أوقات بالسكين بننقعهم بلتر من الماي تاني نهار أو بعد 12 ساعة بغليهم على النار ساعة وربع بقش أو بصفي الوردات وبكبهم في منهم بيتركون بقلبهم. هلا للشراب بدنا نكبهم اوقات المربى بنتركهم بقلبهم بعدين بضل عندي تقريبا حوالي الاربع كبايات منهم. الاربع كبايات بضيف لهم 8 كبايات سكر شوي هون يمكن ما بدهم ابدا تلوين لانه الورد الجوري في منه على احمر في منه على بوردو بيعطيها لون كتير حلو بالإضافة للأبيض أكيد العادي. بغليهم على النار 17 دقيقة بشيل أول دقيقتين ثلاثة الرغوة عن وجههم شوية عصير حامض بالآخر حوالي الملعقة ونص أو ملعقتين أو ملعقة صغيرة ونص من حامض الليمون الصغير. يلا هذا جات نوي ريشيليو صنف طيب كتير. منحييكم ميرسي هدى على معاونتك على الصنف الطيب. حيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبشوفكم بحلقة جديدة وبلكون باي باي.